أيضا للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. مرحبا بك عبد الستار. هي يعني تفاهمات واتفاقية هامة جدا بالنسبة للدول الثلاث، هل نستطيع أن نقول أن هنالك من هو المستفيد أو الرابح الأكبر في هذه الاتفاقية، أم أن الدول الثلاث على قدم وساق بتبادل الخبرات وبانعكاس السياحة فيها؟ نعم أمل، بعد التحية، كما ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد نصار أثناء التوقيع على الاتفاقية التي شهدتها هنا وزارة السياحة اليونانية، ذكر أن الاستفادة من هذه الاتفاقية سوف يعود على شعوب الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لديهم نفس المقومات السياحية تقريبا، دول تطل على البحر وبها آثار سياحية ومنتجعات صيفية وإلى ما شابه ذلك، ولذلك الإفادة أو الاستفادة سوف تعود إلى الدول الثلاث. أيضا وزير السياحة اليوناني فاسيلاس كيكيلياس أشاد بالاتفاقية ووصف أن قبرص ولبنان جيران وأصدقاء، ولذلك الاتفاقية سوف تعطي زخما للأمور المتعلقة بالسياحة وسوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وسوف تقرب أيضا دول المنطقة بعضها البعض. وزير السياحة القبرصي كوستاس كوميس ذكر أن الاتفاقية تدعم التعاون في المجال السياحي وأنها تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين الدول الثلاث. تم طبعا وفقا للاتفاقية تم تشكيل لجنة سوف تتابع بنود هذه الاتفاقية لتنفيذها بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة. شكرا على هذه الصورة التي وضحتها أكثر من خلال هذه الاتفاقية التي جرت في أثينا. أشكرك عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من أثينا.